لحظة وقوع الزلزال مشهد إنساني يقل نظيره. الممرضة سوزان دامركل من مشفى السيدة في اللاذقية تمنع وقوع حاضنة غير آبهة بحياتها. أثناء النوبة لاحظت أن السماعة عم تروح وتجي، ما في حدا يمد إيده عليها أو شيء، ما في أي حركة يعني. شوي تاني شفت الأجهزة بلشت ترج. طبعا الطفل هذا أماني برقبتي، لأنه رحت أمه قلت له خلص أماني، الطفل حمل عزيز كتير، وقلت له خلص روحي أنت وأنا توكلت وسهران عليك الليل تكرمي. والله بلشت زي يمكن شيء 4 و3 هيك، حسيت أنه شيء مو طبيعي. عيانت أنا، قلت هديت الحاضنة، عيان شفت الأجهزة ما تقلقز على هذا الأشعة، شلته حطيته تحت، مسكت الحاضنة شوي شوي، هلا تهدى شوي تهدى، وقل يا الله يا الله يا الله. الحمد لله هدت الهزة هيك، شلت الولد ولفيته بحرم العمان، عنده ثياب هون، وطلعت فيه هون بالكريدور وقفت، خلصت الأمور كلها، اجوا الأهل. بعد الزلزال طبعا كلنا نزلنا وكنا متواجدين بالمشفى لنستقبل الناس، نقدر نهون عليهم الشيء اللي صار، وطمنا عن المرضى، عن الناس اللي كانوا موجودين بالمشفى. وبصراحة حبينا نطلع يعني على الكاميرات شو اللي صار، شو اللي كان، كيف كان الهي. يعني أكثر موقف حبينا نعرضه هو الحواضن، يعني أنه الممرضة اللي كانت موجودة بوقت الزلزال كيف تصرفت، كيف كانت قلبها على الطفلة، قلبها على المشفى، على كل شيء، يعني أنه ما قبلت تترك وتمشي. يعني كل الناس يعني في مرضى نزلوا، بس هي أبت أنه هي الوحيدة تكون موجودة بصراحة بهالمكان وتحافظ على الطفلة وتكون لها يعني الأم الحنونة. حس إنساني عال وفعل بطولة ليس بجديد على الأم السورية. سوزان نموذج يحتذى به للحب والإخلاص والتضحية.